وهيدي هي الخلطة السحرية لرضوى الشربيني لتكبير الشفاف. المشكلة الوحيدة اللي عندي مشكلة فيها بوجهي هي شفافي. هلا حتتفاجئوا بس شلكن الحمرة وحتشوفوا الحقيقة، حتشوفوا شفافي قد ايه اصغر بكتير من ما مبينين هلا. عم بضحك على حالي بس شفتوا وين كان الكونتور هون. تقريبا من 5 سنين في تلعبت لي بعقلي انه امشي نعمل الليب فيلرز والمحل كتير رخيص وكذا، رحت وعملتها. شكتني الإبر وصارت تعمل مساج بشكل انا عم موت وجع مش من الإبر من المساج، يعني كانت عم تنزل هيك بشفافي. رحت على البيت شفافي صاروا هيك، بعدها لهلا معلمي محل الإبرة هون وهون، ومن وقتها انا قلت مستحيل دق إبرة بوجهي ولا بشفافي ولا محل، انا حب حالي مثل ما انا ومن شو بيشكي الاوفر لايننج حمرة وخلصت القصة. بس رضوى الشربيني عندها الحل. اول شيء حنحضر الفيديو ونشوف شو استعملت وكيف عملتوا لهيدا الماسك. قرفه على شطه على شو حلوه فازلين طبي على زيت لوز حلو. قرفه وفازلين وزيت لوز الحلو، وفينا نزيد زنجبيل. بحس حطول على اليوم. ما حطينا شطه. ريحتها كتير بشعة، خايفة يفوتشي بقلب تمه. قديه حلو طالع كأنه جلوس. هلأ لحتى نتحضر شو حيصير معنا حنقرأ بالتعليقات ونشوف إذا حدا مجرب هيدي الطريقة من قبل. يا فوت بقلب تمه. والنبي يا جماعة ممنوع الشطة لأنها بتسبب تورم للشفاف. واستمرار الشفاء عن تجربة. والله افوت اعمل ريسيرش. اوكي ما في شيء بيثبت انه الشطة او الحار بيعملوا التهاب للشفاف. حسيت بشفتي ورمت من كمية الحرارة وانا بلشت شوي بصراحة. اوكي ودت شيوز، يا ريت نقرا لانه هي قالت ضحكوا علينا الرجالة. اوكي عم نضحك علينا نحن عم نعمل هذا الشيء لنا مش كرمال الرجالة ابدا. بس الشطة بتعمل التهاب. ما بتعمل التهاب. على رأي أحمد حلمي أنفخ شفايفي. مين أحمد؟ مش لدرجة الشطة على الشفايف. صراحة مجربين قصص أفظع من هيك وما تقولوا لا. ليش حدا يعطي كومنت على الماسك؟ هلا حسب ما قالت رضوى إنه من بعد ما نشيله بضل على كذا يوم ببين إنه تنتد وبيعطي هيدا اللون على الجفاف. هلا حنشوف. اوكي ليكو اللون. صراحة أنا كتير حبيت مش شوي، وهلأ حأرسم الشفاف وشوف إذا في فرق مع الحمرة، بس ما حأعمل أوفر لايننج. في صار عندي هيك يعني القبة تبع الشفاف تبع أنجلينا جديد مش قدها طبعا. هيدا النهار الثاني حأرجع جالي بالماسك للمرة الثانية. تالت نهار عم برجع جالي بالماسك. يا اللون قد ما صرت مغرومة فيه لهالماسك. أول شي بعمله أول ما فتح عيوني هو حط. وهلأ بنطر. حننطر 10 دقايق. من هون عم يعطي فوليوم شوي إنه أكتر بلامت. هيدا خامس يوم بعمل هيدا الماسك وصراحة الإفيه تبعه كتير عم تعجبني، يعني صار لي 4 ساعات تقريبا شايلته وليكو شفافي قدي لونهم بينك. كتير عم حب. بونوي. من بعد ما جربت هيدا الماسك كل يوم لمدة أسبوع اكتشفت شو سر جمال شفافها لرضوى شربيني. صراحة أنا كتير حبيت ولقيت نتيجة وبحس حاعتمد هيدا الماسك دايما. بنصحكم تجربوه. ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب. باي.